واحنا في اول حد في بابا 4 حدود، كل شهر 4 حدود. بابا بيتكلم عن سلطان المسيح. النهاردة اول حد في بابا بيتكلم عن معجزة المفلوج المدلة من السقف، غير المفلوج التاني اللي في الصوم الكبير. فالمفلوج اول حد بيتكلم عن سلطان المسيح على غفران الخطايا، مغفورة لك خطاياك. الحد التاني معجزة صيد سمك، بيتكلم عن سلطان المسيح على الطبيعة والكائنات. تالت حد شفاء المجنون الأخرس اللي كان عليه روح شريرة، بيتكلم على سلطان المسيح على الشياطين. رابع حد إقامة ابن أرملة نايين، بيتكلم عن سلطان المسيح على الموت. يعني أول حد سلطان المسيح على غفران الخطايا، بعد كده سلطانه على الطبيعة والكائنات، سلطانه على الشياطين، سلطانه على الموت. قصة النهاردة المفلوج المدلة من السقف اللي جابوه 4 أصدقاء لي، لكن كان في خطر أقوى وأصعب من المرض الخارجي، الشلل الرباعي اللي كان عنده. الشلل الرباعي ده كان شلل الجسد، ده الظاهر الخارجي، لكن كان في شلل روحي مربوط برباطات الخطية. عشان كده بنقول المسيح أنت الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وإيه وأجسادنا. هو كان في شلل روحي، عشان كده المسيح قال له مغفورة لك خطاياك. وكأن المشلول ده بيمثل البشرية كلها اللي كانت مطروحة وعندها شلل رباعي، الموت الجسدي والموت الروحي والموت الأدبي والموت الأبدي. وما كانش فيه غير المسيح اللي يقدر يقول للبشرية مغفورة لك إيه خطاياك زي المفلوج ده. كان ممكن حد في العهد القديم من الأنبياء يعمل معجزات ويقيم موتى، لكن ما كانش حد يقدر يقول لحد مغفورة لك إيه خطاياك. وكأن البشرية كلها حتى في وجود الأنبياء العهد القديم ومعجزات الشفاء، لكن كان فيه مرض تاني خطير محدش كان يقدر يشفي البشرية منه غير مين؟ غير المسيح. كانت البشرية كلها تئن وتصرخ وتقول ليس لي إنسان، كانت دايما تئن وتصرخ هل من مخلص، لحد ما جه المخلص وقال للبشرية أو كل من يؤمن بيه في صورة المفلوج مغفورة لك إيه خطاياك. الأربع أصدقاء دول اللي جم ولقوا البيت زحمة ومعرفوش يدخلوا صاحبهم، فكروا انهم يطلعوا وينزلوه من السقف، كان عبارة عن خشب، ففكوا الخشب ونزلوا صاحبهم. من غير الأربع أصدقاء دول ما كانش المفلوج ده يقدر يوصل للمسيح، صح؟ المفلوج برضو هو كل واحد فينا في خطية تعباه. عشان أوصل للمسيح لازم يكون لي 4 أصدقاء زي ال4 أصدقاء دول. أول صديق يوصلني للمسيح هو الإيمان، إن الوحيد اللي هيقدر يغفر خطيتي. لازم يكون عندي الإيمان ده، هو الوحيد اللي هيقبلني رغم الشلل بتاعي. زي ما بيقول كده تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل إيه الأحمال، هو الوحيد اللي قال كده، وقال من يقبل إلي لا أخرجه إيه خارجا. يعني عندي الإيمان إن هو اللي هيغيرني وهو اللي هيقبلني وهو اللي هيغفر خطيتي. يكون عندي الإيمان إن هو الوحيد اللي فتح حضنه على الصليب وقال كده إن لم أرتفع إيه أجذب إلي الإيه الجميع، وما زال حضنه مفتوح لكل واحد فينا. يبقى ده الإيمان اللي هيقدر أول صديق يقدر يوصلني للمسيح. ولو تلاحظوا إن الأصدقاء دول نزلوا صاحبهم وما قالوش أي حاجة للمسيح، وكأنهم بيقولوا لتكن إيه؟ لتكن مشيئتك. لازم يكون عندي الإيمان ده إن أنا أقدم مشيئة ربنا في أي موقف، في أي دقيقة، في أي مشكلة، في أي مرض. هما ما اقترحوش على المسيح اقتراحات، نزلوا الشخص وسابوا المسيح، ولتكن ايه؟ تكن مشيئتك. ايمان.
زي العذراء لما جت للمسيح قالت له ايه؟ ليس لهم خمر، ما فيش اقتراحات بيقدموا ايه المشيئة. زي مريم ومرثا لما جم للمسيح وبعتوا له قالوا له ايه؟ هوذا الذي تحبه ايه؟ مريض. بس انت يا رب اتصرف بحسب طريقتك ومشيئتك. يبقى اول صديق هيوصلني للمسيح هو ايه؟ ايماني ان هو الوحيد اللي هيقدر يغيرني، يغفر لي، يقبلني. تاني صديق يوصلني للمسيح اسمه صديق المحبة. لو تتخيلوا كده بينزلوا صاحبهم من فوق للمسيح، وده المشهد المثالي للحب اللي عايزه المسيح من كل واحد فينا. انت نزلت كام واحد للمسيح؟ يقول كده بولس الرسول: نحضر كل انسان ليسوع المسيح. احضرت كام انسان ليسوع المسيح؟ هل المشهد ده غايب في حياتك، ولا المشهد ده قدام عينيك في تعاملاتك مع كل اللي حواليك؟ ان انت تحضر كل انسان، تنزله وتحطه قدام المسيح. الحب. عشان كده علامة وصولي للمسيح او الصديق التاني هو الحب، او نسميها الاحضان المفتوحة. دايما الاحضان المفتوحة بتاعت كل واحد فينا بتساوي سماوات مفتوحة. الاحضان المفتوحة تساوي سماوات مفتوحة لكل واحد فينا. عشان كده فرق كبير قوي بين المسيح لما قال للكتبة: ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون. ليه بقى؟ لانكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون انتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. الناس بتقفل السماء قدام اي حد، وناس حضنها مفتوح بالحب، تقبل كل واحد، تسامحه، تغفر له، تستر عليه. عشان كده المسيح قال: من لا يجمع معي فهو ايه؟ فهو يفرق. فعشان كده كم مفلوج جبته للمسيح؟ هل المشهد ده موجود في حياتك؟ مشهد الاربع اصدقاء وما بيحطوا الشخص قدام المسيح. عشان كده الحب ترجمته ان انا اقدم المسيح لكل انسان، واقدم الانسان اجيبه للمسيح. بدل ما اتكلم عليه اكلم المسيح عليه. شوف كم واحد انا في اليوم بتكلم عليه، بدل ما اتكلم عليه اكلم المسيح ايه؟ عليه. ترجمة الحب. يبقى تاني صديق هيوصلني هو ايه؟ هو الحب. زي ما بيقول كده المسيح: ليس حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. والحب ترجمته في الوقت اللي بديه، في الخدمة، في البذل والعطاء. زي ما قال كده: مغبوط هو العطاء اكثر من الايه؟ من الاخذ. عشان كده افتكر ان وجودنا هنا في الكنيسة بسبب ناس احبوا وبذلوا انفسهم عشان احنا نوجد هنا في المكان ده. لولاهم ما كناش هنبقى موجودين. طب انا بقى قدمت ايه من حب لغيري ولاخويا اللي مخصمه، والقريب اللي زعلان منه، كم واحد في حياتي عامل فيها عامل خصام؟ عشان كده ليس حب اعظم من هذا. فاول صديق هيوصلني هو ايه؟ هو ايه؟ الايمان. تاني صديق المحبة. عشان كده يوحنا الحبيب يقول كده: نحن انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. طب عكس الاية، هنفضل في الموت لاننا نكره الاخوة. ثالث صديق هيوصلني هو صديق الجهاد. يقول كده بولس الرسول في عبرانيين: اجتهدوا ان تدخلوا الى تلك الراحة. ويعقوب في العهد القديم فضل يصارع الله طول الليل، يجاهد معاه، يقول له: لن اتركك ان لم ايه؟ ان لم تباركني. عشان كده المسيح يقول له كده: قد جهدت مع الله والناس وايه؟ وغلبت. في غلبة، في جهاد. لا يكلل إلا الذي انتصر، ولا ينتصر إلا الذي جاهد. فعشان كده بسأل نفسي: صديق الجهاد اللي هيوصلني ده فين في حياتي؟ ما بقاش في جهاد، ممكن بقى في فصال.
العدو بقى التاني ده اللي هو عكس الجهاد، ان انا فاصل. اصلا انا جيت قبل الانجيل بجملة، جيت بعد الانجيل، جيت بعد الوعظة، جيت في المجمع، اصلا حضرت الانجيل في التلفزيون ونزلت في صال. لكن فين الجهاد الحقيقي اللي بقدمه للمسيح؟ فين التعب؟ فين الجهاد ضد اي علاقة مش حلوة، ضد اي خطية، ضد اي فكر، ضد اي نظرة؟ زي ما بولس الرسول كده بيقول: لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد ايه؟ ضد الخطية. عشان كده موضوع الفصال ده اللي بقينا ننفصل فيه هو ده اللي ايه؟ اللي بيتعبنا. الفصال او التهاون او الكسل ضد الايه؟ ضد الجهاد. عشان كده في احد الاباء القديسين يقول كده: بادر بادر باقتلاع الحشيشة الصغيرة التي هي التهاون، وإلا تأصلت وأصبحت غابة كبيرة. يعني لو كان التهاون ده في البداية حشيشة صغيرة أنت تقدر تشيلها، لكن لو سبت التهاون ده يكبر يكبر يصبح غابة كبيرة ما تقدرش عليه. يبقى أول صديق الإيمان، ثاني صديق المحبة، ثالث صديق الجهاد، رابع صديق اللي هيوصلني للمسيح هو الحكمة، هو هنسميها اقتناء الفرصة. الأربع أصدقاء دول اقتنوا الفرصة اللي كانت قدامهم عشان يوصلوا صاحبهم. كان ممكن يتحججوا بمليون حجة، كان ممكن يقولوا الدنيا ايه؟ الدنيا زحمة، احنا مش عارفين ندخل، احنا نستنى بره لحد ما هو يخرج، ما هو في باب واحد بس هيخرج منه، فهنستنى لحد ما يخرج. كان ممكن يقولوا هنيجي بكرة، صح ولا لأ؟ كان ممكن 100 سبب، كان ممكن يقولوا هنستنى لما يعدي في مدينة تانية، أو هنروح دلوقتي ونجيله كمان شوية، أهي كمان شوية وبكرة ونستنى. كل ده عدم اقتناء الفرصة، هي فرصة معانا. زي ما كده سيدنا البابا شنودة قال: لك نفس واحدة، إن ربحتها ربحت كل شيء، وإن خسرتها خسرت كل شيء. فاقتناء الفرصة، لكن بكرة وكمان شوية، التأجيل والمشغولية، أصلا أنا مشغول دلوقتي، أصلا لما يجي لي وقت أبقى أجي فيه لربنا، ضياع الفرصة ده خطير جدا. عشان كده آخر حاجة، استفيد من وجودك في الكنيسة، دي فرصة ممكن ما تكونش متاحة لغيرك. استفيد بصحتك وقدمها للمسيح، ممكن تكون فرصة برضو مش موجودة عند غيرك. واستفيد بالوقت وقدمه للمسيح، فرصة ممكن برضو ما تكونش عند ايه؟ عند غيرك. يبقى 4 أصدقاء يوصلوني للمسيح: إيماني، محبتي، جهادي، حكمتي، أو اقتناء الفرصة اللي اداني المسيح. ربنا يدينا دايما الإيمان والمحبة والجهاد والحكمة. لله كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.